خلاص خلاص حسم الموقف، حسم موقف الشوط الأول الرئيسي. تهانينا لأهالي دولة الكويت الشقيقة ولمضمرها راشد بن هديبان المري. سلام بن هديبان سلام، تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار راشد بن هديبان المري المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين، معي في هذه اللحظات سعيد بن هديبان المري مضمر ومالك الخليجية الفائزة اللي فازت اليوم بالشوط الأول الرئيسي. سعيد بداية ألف ألف مبروك الفوز وتستاهل ناموس. الله يبارك فيك وطول عمرك. سعيد أنت أحد ضيوفنا من دولة الكويت الشقيقة، ومشاركتكم اليوم كانت فعالة، وأنت خير من مثل الكويت في هذا الشوط خير تمثيل من خلال فوز الخليجية بالشوط الأول. الخليجية بداية عطنا سلالتها بداية على الباز الشيبة. نعم باز الشيخ باز الشيخ تهي. نعم سعيد الشوط الأول اليوم كان قوي، كانت شعارات من الملاك وحنا شفنا شعارات اللي حاضرها اليوم. حدثنا عن هذا الشوط، كيف شفت الشوط الأول اليوم؟ الشوط الأول مثل ما قلنا قبل الشوط الأول قوي خاصة الشحانية. السنة هذه يعني ملاحظين من بداية الموسم حط تيمات وقوة أشواط وحلال قوي. الشوط الأول ما يبي له كلام، ما يعني على طول. سعيد أنت اعتدنا على مقابلاتك دائما، واعتد الجمهور على مقابلة سعيد بن هديبان وتصريحاتك ومشاهدتك، وحن بعد اعتدنا على وجودك في الأشواط وأنت اعتدت على الحضور فيها، ولكن هل كان فيه اليوم هناك تخوف بصراحة من بعض الهجن الموجودة؟ والله في هجن مسمية، في هجن قوية، والخليجية قوية ومخرينها لأنها ما جاها إلا ثلاث اشتراك. نعم. شاركناها. نعم. جات خامسة وشاركناها وجات ثانية أسبوع اللي طاف. نعم. واليوم سبقت الشوط الأول. نعم. في هجن قوية. نعم. في هجن قوية وسابقة الشوط الأول قبل. نعم. كذا. بس أنت حضرتها في الشوط الأول نقعد تفاحيم زينها نقعد تفاحيم الناقة توها يعني توها بداية جهوزها إن شاء الله. نعم. وحطناها في الشوط الأول لأن كأس الخليج على الأبواب ومهرجان فخر الرجال على الأبواب. نعم. ودخلنا الشوط الأول نشوف. سعيد وش مشاركتها في العوام السابقة ناقة هذه؟ عندها سيارتين. نعم. سيارة في ختامي قطر وسيارة في ختامي الكويت. نعم. عندها سبت الوثبة وعندها سبت الوثبة. إذا ما خيرت الثنايا الموجودة ناقة قوية وإن شاء الله متأملين فيها خير إن شاء الله. سعيد الفوز وين تهديه اليوم؟ فوز الخليجية طبعا أهديه أول شيء أهديه المالكها. نعم. المالكها اللي هو الحميدة المشعب. نعم. والهداء الأساسي هداء لأهالي الكويت. نعم. وإلى الميدان الشهيد فهد جنيف. جنيف جنيف وأعرف هذا الاسم يا جماهير جنيف، لن ينساه الجماهير، لن تنساه الجماهير يا حمد بن محمد بن جهويل، سيبقى في الذاكرة. هذا هو جنيف مشاهدينا الأعزاء، يصل خط النهاية. تهانينا تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن جهويل على انتزاع جنيف للشوط الأول. مشاهدينا الأعزاء متواصلين في برنامج مع الفائزين، معي في هذه اللحظات راعي العوايد المضمر العملاق المضمر الكبير والقدير حمد بن محمد بن جهويل مضمر جنيف اللي الفاز اليوم بالشوط الأول الرئيسي بدون تعليمات. كان عرضه ممتاز ولفت انتباه كل الملاك وكل المشاهدين وكل المراقبين وكل متذوقين طعم السبق والفوز والناموس. أبو محمد صبحك الله بالخير، مرحبا بك في موقع الأبرقة، ونقول ألف ألف مبروك الفوز اليوم. صباح النور يا هلا ومرحبا، الله يبارك في عمرك. أبو محمد تستاهل ناموس جنيف اليوم بالشوط الأول الرئيسي. تستاهل الخير والعافية أبو محمد. جنيف عرفناه وعرفوه الجمهور، دائما يحضر في الشوط الأول الرئيسي، إذا ما أخذ الأول يأخذ الثاني، يمكن مرة واحدة جاء الثاني، ولكن بقية مداخيله كلها سبق. اليوم عاد مرة أخرى وأكد لجماهيره وأكد للمتابعين بأن جنيف موجود وجاهز وأنه الاسم القوي دائما في أقوى أشواط الثنايا لأبناء القبائل. بداية يا ريت تذكرنا بسلالة جنيف. والله جنيف ينحدر من سلالة نزاح صالح الحمد القمراء. نعم. وأمه من هجنة، أمه بنت صغان، وبنت صغان على بنت ظبيان. نعم. وبنت ظبيان طال عمرك على بنت معيضمان أم الرهون. نعم. يعني قعود سلالته ما فيها كلام. ما يبغى كلام. نعم. فحل في المستقبل. ما يحتاج.
ابو محمد حدثنا بعد عن مشاركات، ذكرنا وذكر جماهيرنا احنا استقبلناك، ولكن للتذكير نعم. والله جنيف من بدا المركض والشوط الاول ويسبق الحمد لله رب العالمين. المركض الاول دخلناه سبق بدون تعليمات، جاب افضل تيب في قعده. المركض الثاني نفس الطريقه، جاء مكرر فوت وفنش. المركض الثالث فرق يعني يمكن 9 ثواني 10 ثواني عن الاشواط، واليوم الحمد لله رب العالمين دخل الشوط الاول وسبق بدون. يعني ما ذاق الهزيمه في هذا الموسم؟ لا لا ابدا ابدا، مره جاء فوت وفنش وان شاء الله انه ما يذوق مشيت الله تعالى. اذا لتصحيح المعلومات بيض الله وجهك ابو محمد، اذا جنيف اللي فاز معنا اليوم مشاهدينا الاعزاء، ونحن نستقبل ابو محمد علشانه، هو ما ذاق الهزيمه في هذا الموسم، ما جاء ثاني ابدا. نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها ايضا مزيد من التواصل. ابو محمد هذا الفوز كبير، لمن تهدي هذا الفوز ابو محمد؟ والله فوز جنيف اليوم نهديه الى ولايه لوس انجلوس في الولايات المتحده الامريكيه، الى الامريكيه الاخ صالح بن جهويل والاخ سعد بن جهويل والولد سالم بن صالح، وان شاء الله يعود علينا بالسلامه ان شاء الله. وجماهير يا ابو محمد يتابعونهم، وجماهير جنيف نعم اللي شجعوه اليوم التزام ما شاء الله تبارك الله. التزام التزام، تهانينا نحملها على ظهر التزام العبيد بن حمد بن شينان المري على هذا الناموس. هذه لحظه وصول التزام الى خط النهايه بامان وسلام، تهانينا لعبيد بن حمد بن شينان المري. مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين، يسعدني في هذه اللحظات ويسعدكم ايضا ان نلتقي بمالك او نيابه عن مالك التزام، التزام مملوكه لعبيد بن شينان المري. معي في هذه اللحظات احد الشباب المميزين سالم بن محمد بن زهر المري، سيتحدث نيابه عن عبيد بن شينان في فوز التزام في الشوط الثاني للثنايا ابكار وتحقيقها لأفضل توقيت. سالم ألف ألف مبروك الفوز، واستاهل ناموس اليوم. الله يبارك فيك ومبروك تستاهل. سالم ألف ألف مبروك الفوز اليوم بالشوط الثاني وتحقيق الالتزام، أفضل توقيت في السباق. الله يبارك فيك ومبروك تستاهل. سالم حدثنا عن تجهيز التزام لهذا الشوط. والله التزام بدأ تجهيزها من المحلية الأول، وركبناها من المحلية الأول، جابت أرقام زينة في المقدمة دائما الالتزام، ما طلبنا ما نطلب منها شيء. في المركاض الثالث شاركناها وسبقت الشوط الثاني، وحطيناها الريس الرابع ما ركبناها، واليوم قدمناها في الشوط الثاني والحمد لله رب العالمين توفقت وجابت افضل فيه. سالم التزام سبقت بدون اوامر اليوم وكان توقيتها ممتاز، اذا كان في اوامر تكون اوامر طفيفه منفرده عن بقيه المراكز، التزام الكل يثني عليها، هل انتم راضين على فوز التزام اليوم تحقيق افضل توقيت ولا عندها اكثر من كذا؟ الحمد لله ونشكره الحمد لله رب العالمين. التزام اليوم مثل ما شافوا المشاهدين اليوم قدمت عرض بروحها، ومن يوم طريق الستارت هي قامت راس، والتزام بغرى السبوق، وهذا ان شاء الله متاملين منها اكثر واكثر من المراكز الجايه ان شاء الله. سالم وش سلاله التزام؟ التزام بها مغامر بعير علي بن مبارك كموخه، وامها سودانيه عند محمد بن راشد الرفيله النابت. نعم. هذه هي سلاله التزام. نعم. سالم كيف شفت الاشواط الشحنيه اليوم بشكل عام؟ والله الاشواط اليوم منافسات قويه، والركض قوي هنا في ميدان الشحنيه عامه. نعم. والحمد لله رب العالمين، ونبارك لكل اللي فازوا اليوم. نعم. والحمد لله رب العالمين. عزبه عمده المضمرين مستعده للسباقات القادمه؟ ان شاء الله مستعده، ان شاء الله مستعده قويه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاعزاء كان معي في هذه اللحظات سالم بن محمد بن زاهر المري نيابه عن عبيد بن شينان المري عمده المضمرين، الفائزين اليوم بالشوط الثاني وبافضل توقيت. سالم شكرا جزيلا لك قبول دعوه موقع الابرقه، ونتمنى ان نستقبلك ان شاء الله وان تلقى في نعم. تغطيتهم للريس. نعم. ونشكر كل القائمين على موقع الابرقه. نعم. مشاهدينا الاعزاء كان هذا سالم بن محمد بن زاهر وحديثه عن التزام صاحبه افضل توقيت، نتمنى ان نكون قد وفقنا في نقل هذا اللقاء المميز من هنا من أرضية ميدان الشحنية. ترقبونا في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع جميع الأحاسيس ضاقت ورود مع تحية وعرفان ينفع